نكمل بقى مع حضراتكم برضو بعض الأخبار الخاصة بالموضوع ده، وإن المدير هنا الفني لمنتخب مصر لليد اختار المجموعة السابعة اللي بتضم هنا السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية اللي لسه هيتحدد. طبعا احنا عارفين إن الدولة المستضيفة لأي بطولة هي اللي بتكون بتختار المجموعة اللي بتبدأ بيها البطولة. الأسباني روبرتو غارسيا المدير الفني لمنتخب اليد علق على اختياره للمجموعة السابعة قائلا: تحدثنا كثيرا عن كافة المجموعات والفرق في البطولة، وبالطبع كافة المنتخبات صعبة، والسويد فريق نعرفه جيدا لأننا لعبنا أمامه من قبل، وربما نكون نعرف عنه أكثر مما نعرفه عن كافة المنتخبات الأخرى في هذه المجموعة التي سنلعب فيها.